السلام عليكم حبيباتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده، وكنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه بخير هانيين. توحشكم كما توحشتوني توحشتكم، كما كتسولوا فيا يسول فيكم الخير والرباح. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف، والله شكرا بزاف على التعاليق، سوا اللي كتخليو ليا هنا سوا اللي في الانستغرام. شكرا بزاف على خطكم، الله يعطيكم كل ما كتمنوا في الدنيا. كما كتشوفوا هذا واحد الروتين، المهم هذه الفطوره وجدت هايله، انا تنصح وجدت الفطور ان شاء الله غتكون عندنا واحد الحوته. ما نقول لكمش ريحتها جايه من راس الدرب، شي حاجه فنه ومغايره على المعتاد، اللي غتكون بالصلصه البيضاء بالشامبينيون، كتجي فنه فنه فنه. واحد الكيكه ساهله مالك، كتخلطوا كلشي دقه واحده وكطيبوها. المهم نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. ايوا هي الحادقه ديالنا وجدت لنا الفطور. خافش شنو دارت؟ ما قلتهاش لكم ديك المره باش كنت في دار ابو عزه. ضروري تشويني زعما؟ هي راه عارفاها ديال الضو وخدمتها بالضو شحال من مره. سبحان الله ملي كتجي الانسان واحد دابا هي غير صغيره وشوف ساهيه، المهم خلات لنا حنا الشافي ما نقولوا. وشعلت البوطه ديال الضو فاش كنا خدامين بديال الضو ديال مريم، حطتها فوق منها حتى كتشم في الريحه. تشميت الريحه والحمد لله كنت واقفه حداها. تشمت الريحه، شو غتبان لكم هنا محروقه؟ شمت الريحه وهي تهزها. شكرا اختي على الفطور. العافيه العافيه. بنات الحادقات. شتي ها انتم شاهدين، النهار اللي كتلقاني موجه حتى حاجه تقول لي انت ما كتوجدي لا فطور لا والو. ها انتم شاهدين. دابا صافي دابا راه مشات علينا واحد الشهر. زيدها على مصطفى نهار عمرها حتى هي. بسم الله. هذا حليب العروسة. هادشي ناضت، ما لقاتش الحليب، ما لقاتش اللي تسخر. ومسكينه حنان جيبها لها حقها ديال الخطبه. تحيه لحنان بهذا الميني بار، اختي راه خدمت ميني بار، اختي راه اللي خدمت قلت لها ميني بار. ميني بار واحد البنت كتطلع وكتقول لهم ميني بار، يكونوا عارفين البنات. تحيه لك اختي من هذا الميني بار. حليب اللي جبتي راه مشى قهوه. راه ميني بار واحد البنت اللي كتضحك كتبقى تقول ميني بار وكتشد على ميني بار. قلت لك اختي انا ما غاديش ندير لك السكر. لا اختي انا ريجي صافي غنفطر البنات، غنمشي نجيب واحد الحوته ان شاء الله. عرفتوا ملي كيكون الويكاند كتكون خاصه شي حاجه هكا حوت، ونمشي حاجه خارجه عن المعتاد. نمشي نجيب واحد الحوته ان شاء الله ونقادوها في الفران بالصلصه البيضاء، ونحيدو ديك الصلصه ديال الماطيشه وداك الشيء، وتكون زوينه غتعجبكم ان شاء الله بالشامبينيون. صافي نعجن خبيز ونصاوب واحد الكيكه معايا هاد الصباح. بعد مرات كيجي شي حد في العشيه، على الاقل ملي كتكون غير شي حاجه ديال الدار كيكه كتزيد عليها شويه بغريه حريشه، وهانتي مقاده البوطي. يلا خليكم معنا الفطور ونرجعو نتلاقاو معكم ان شاء الله. صافي هنا راني عجنت الخبز وقرصتو، شي شويه غنمشي نشعل الفران خبز ونقطع شويه الربيع عشان كندير ليه المقص كيجيني احسن. صافي نشرمل ديك الحوته وغنديرها طيب بوحده بلا خضره بلا والو، كنغير نوجد لها شويه الخضره مسلوقه تتخرج، وندير لها شويه صوص بيشاميل مع شويه ديال الشامبينيون. الا كان الكروفيت ديرو حتى هو تيجي زوين. دابا غنبدا ندير في العطريه شويه ديال الثومه محكوكه، ندير واحد المعلقه ديال التحميره صغيره، وغادي ندير شويه الكمون ماشي بزاف، واحد نص معلقه الكمون مع عامرش، وغادي ندير يا البنات واحد المعلقه ديال الخرقومه شويه ماشي بزاف، الخرقومه اللي ما بغاش ما يديروش في الحوت. وهنا غندير شويه الحار سكينجبير واحد شويه، انا صراحه سكينجبير ما كنديروش بزاف في الحوت. وغندير مليحه شويه الملح، وغادي ندير شويه الماء، وغادي ندير واحد الحامضه معصره، وغادي نشرمل ديك الحوته من الداخل واحد شويه من برا، غنخليها واحد نص ساعه عاد ندخلها للفران، حيت هي بالزربه طيب نخبز الخبز ونخرجو ندخلها هي مورا الخبز. صافي وغادي ندوز نوجد شويه الخضيره باش غادي نرافق هاد الحوته، ضروري من الخضره، شويه اللوبيا شويه خيزه شويه بطاطا، غادي نسلقهم عاد ندوزهم في شويه ديال الثومه وشويه ديال الربيع باش كيجيو بنان وزوينين. وصافي تقريبا هذا هو الغديوه. بارك الله يجعل شي بركه. ندير شويه سلاطه. صافي خديت واحد اللاطه درت فيها الكاغ ديال الزبده، نخلطها تشرموها.
انا راه كنحماق على ريحه شرموط، شفت نتوما يا البنات فين ريحتها؟ هاد الحوت راني دوزت عليها مليحه، غسلتها بمليحه، وعندي واحد الشويته شاريها نقيه مخليها غير الحوته من هنايا باش كنغسلها كنشدها كنحكها كنحيد داك الدم اللي كيكون تما. اش اختي اجي تمغطينا ندير شويه المساج حيت دخلي الحمام، واحد الزويته كنعود هكا بسم الله صافي. غنسد عليها وما غادي نخليها طيب، نشعل عليها لتحت حتى طيب، عاد نطلعها الفوق ونحمرها شويه. نخليها دابا نحيدها على جنب نشعل الفران باش نخبز الخبز ونتنوها تنقي ليا الخضره. صافي هنا درت حدايا خيزو كنسلق فيه، نسلق واحد شويه باش نديو نجيبو في زويسه العود مع شويه شويه ديال الثوم وشويه المعدنوس. صافي غندير ليه مليحه ونسد عليه. وهنا درت الجميله الاخرى كما كتشوفوها هي هذه، غندير فيها البطاطا، وهنا غادي كنشوي الفلفله. الفلفله تطيب الحوته عاد غنزوق بها الفلفله، تطيب الحوته عاد غنزوقها بالفلفله. شوفوا يا البنات شوفوا، حطيت الخبز وخسرت الخبز. نهيدا اللي كطيبها الفوطه هاي، نهيدا اللي كطيب في الخبز طيبات زوين. والله الا خبز الدار الا راه زوين فن. مازال ما عنديش القمح، درت واحد شويه القمح، هذا راه غير الفرينه حتى ان شاء الله نسي دابا. شوف شحال جا زوين، شوف شوف شحال طب، درت غير الفرينه وشويه الفورص واحد الزلافه كبيره ديال القمح. صافي البنات كما كتشوفوا سلقت اللوبيا، خيزو، بطاطا، هذه غادي ندير لها شويه المعدنوس وشويه ديال الثومه وشويه الزيت وشويه ديال المليحه وشويه البزار، وغنديها ونجيبها في مقيله ونحيدها. خيزو كذلك ومثال، وهذا اللي غنزيد عليه شويه الحامض، هذه وخيزو واللوبيا غندير لهم شويه الحامض باش كيعطيو واحد المذاق محمض وزوين. صافي ورطيت الحوته كطيب، انا نجبد المقيله ونقادهم هنا. شويه الثومه يا البنات تما على شويه ديال الملحه، ريحانه سمعي كلام اختك. صافي كدوز لاصطاج كتزيدها تشقى، واخا واخا انت اختي معيصه بان راسك. ما نقلبهاش بزاف باش ما تهرش ليا، حتى تحمر شويه وندير لها شويه المعدنوس، وكما قلت لكم خيزو اللوبيا غندير لهم الحامض. ثوما يا البنات شويه ديال الملحه شويه البزار وخيزو. الحامض اولا شويه الخل، الحامض مسكين والو واش فيه الماء. غادي نزيد شويه المعدنوس لهاد الخيزو وصافي، نخليه واحد شويه ياخذ داك الحامض وديك المليحه وديك شويه البزار وديك الزويته ونحيدو. والثومه شوفوا يا البنات الحوته طابت، انا راه غطيتها بهذا، عاد درت لها البابي الومنيوم ها هو دابا طابت، غنعري عليها وغندخلها تكون العافيه فوق منها باش تحمر هكا وتجمر، وهاد لاصوص تنقص ما تبقاش. هذا راه ما درت لا ما لا والو، غير داك الماء ديال الحوته والماء ديال الحامض، يعني ما درت لا لا راك شو داكشي اللي درت، داك جغيمه الماء باش درت لاصوص. غنديرها في الفران نرجع نكمل معاكم. هنا خديت الفلفله صراحه ما عنديش الوان، عندي غير الخضراء، المهم ديروا نتوما الصفراء والحمراء انا زوينه كتجي فنه. عندي انا شويه ديال، غناخذ شويه الزيت من واحد الفلفله مرقداها صراحه، هاد الزيت ديالها هاد الزيت ديالها كيحمق في واحد الريحه زوينه واحد البنه زوينه. زدت شويه غنخلي هاد الفلفله هكا بحال كما نقولوا بحال كتقلى، هي راه شويه كنخليها غادي نخليها تشحر شويه، غادي غنزين بها الحوته حيت بدات تشبع الفلفله. الحوته راني طفيت عليها جات زوينه، صافي بقى لي غير الشامبينيون غادي نسيي دابا حيت هو مرحله اخيره، حتى نبغيو نحط الحوته في الطبله عاد نكبوا عليها ديك الصوص ديك الصلصه البيضاء باش يبقى سخون. صافي قول فريت كلشي دابا ما بقى لي والو، غادي غير نجبد واحد الطبسيل كاين من الفوق طلع جبوريه نهيله باش نبدا نقاد فيه على حيدات المعناس باش نجلس ونتغدى ونجلس، ماشي بقى تابعنا الشقا عاوتاني. نقول صافي تعال صراحة ان شاء الله غادي نطرب واحد الكيكه بعدا وغنخليها في الثلاجه، الوقت اللي طيبتها ديروها بخمارتها بكلشي لو خليوها في الثلاجه ماشي مشكل، الوقت اللي بغيتو ديروها في الفران ديروها، انا حتى ساعه المكانه عاد نديرها في الفران. كما قلت هكا شي حد يجي ولا
المهم تكون شي كيكه في الدار بعدا ولا صباح الفطور ولا المهم حيدوها. خديت هنا الشومبينيو واحد الحك تاع الشومبينيو، ممكن ديروا الاخر داك ماشي اللي في العلب اللي كنشريو هكا طري ممكن ديرو. دير شويه الملح وندير شويه البزار وخليه يطيب شويه، هو غير يبدا يطرطق ماشي مشكل، رطو معاه البان. ملي غادي يطيب غادي نزيد ليه شويه الكريمه صافي. هي غندير فوق من الحوته صافي. ها هي الحوته يا البنات، من بعد ما طابت الحامض هو غادي نحيدو، نعاود نحطو فوق من الناس ملي نخوي على الصوص نحيدو. نهز الكاغط وغنديرو في الطبسيل وغنجو الكاغط غير بشويه صافي. وغادي نحط هنايا هذا الشيء يقولوا له الخيار الخص، حيت غنحط فوق الصب خضره كنهرسها من هنا كنجي هنا وكنهرسها من التحت. من بعد ما طاب الشومبينيو غنزيد ليه واحد شويه ديال، غادي نزيد ليه هاد الكريمه ديال الطياب البنات، هذه خاصه بالطبخ وكتصلح حتى للحلو، غير غنديرو فيها السكر هذه مسوسه، اللي بغى يديرها حلوه يزيد فيها شويه السكر. بالنسبه لي انا ما عنديش بزاف د الحوت، عندي غير حوته ماشي كبيره بزاف تاع كيلو، يعني اللي عنده حوته كبيره غادي يكثر شويه صافي. غنبدا نجيبها هكا تعقاد ونطفي عليها ونديرها فوق من الحوته صافي. غادي نبداو نحطو هنا شويه اللوبيا شويه بطاطا شويه خيزو درت شويه شلاضه يا البنات شويه العصير، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. تقريبا هاد الغدي وطالعه بواحد انا نقولوا حنايا بشي 80 درهم بخضيرتها وكلشي لا وزوينه. والله كنا حنا تغدينا في الزنقه والحوت انا نوري لكم كلشي وما عجبنيش والله الا وانا من الحوت ملي كيبقى كنجيبوه البنات، الا ما كلتوش انا كنعطي للمشه. دابا نيت غنسالي وغنفرتو للمشه ما كنخليهش صافي. هي كتعقد هاد الصوص البيضاء كتعقد، وغنهزها وغنديرها فوق من الحوته. اه باقي ليا الفلفله اللي حتى نحط هذيك الصوص عاد ندير الفليفله باش تجي باينه باش يجي المنظر ديالها باين. صافي البنات انا راني درت الكريمه، انا ما كثرتش كما قلت لكم حيت ما عندي درت غير شويه هكا، يعني ما كثرتش الكريمه بزاف تجيني هاد الحوته غارقه في الكريمه لا، درت غير هكا صافي وزينتها. ماشي هكا الصوره كتجي بنينه بزاف، جربوها وباش ما كان ردوا عليا الخبر. ممكن ديروها باي حوته بالباجو بالشرغو، غير انا هاد القرب كيجيني بنين، حتى الباجو بنين الدورات هادو كلهم بنان. دابا غادي نديرو الكيكه يا البنات، الكيكه ما كاين مسح منها. شنو بغيتي انا هي اللي غتطلع عندي انت؟ شوفوا شو زعامه انا نقي لك الحوت بلاتي. دينا يا البنات من الكيكه ونصدقوا اختي المشه ونفسها صوا الحوت قلت لكم انا راه بقى جمعته ما لحتوش وما خليتوش هانتوما. ندير لها ثلاثه مسكينه، غادي ندير كلشي دقه واحده ما غاديش نبقى نطلع حاجه بحاجه، وكتجي منفوخه وزوينه. نديرو كاس وربع ديال كاس العنبه، انا هاد الكاس راه ماشي عنبه راه غير كاس العادي، غندير كاس ونص كاس الحليب دافي، وما هادشي كله راه ماشي بارد من الثلاجه راه جبدته مع الصباح. واحد كاس تاع ياغورت، ديروا نكهه الفاني انا راه هذا هو الكيكه العاديه عندي، غير العاديه هي كتعجبني داك الفانيلا هي الزيت. وغندير كاس لاروب ديال الزيت صافي، وشويه الملحه نخلطهم مزيان 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 مزيان، عاد نبدا نزيد الطحين والخماره وصافي. هي سهله شفتوا شحال سهله وكتجي زوينه. بنات رانا زدت الطحين والله الا سمحوا لي راني الدرسه نسيت كاع مشكيت عليكم. يلا طلعت لي سعيده واحد الدواء شربته وغدا ان شاء الله نمشي للطبيبه صافي. انا غنحيد انا الصراحه انا ملي كندير الطحين كاع ما كنبغي ندير هذا، كنبغي ندير غير الفويه ديال اليد. ندير واحد جوج خمارات على البنات، غندير فيها جوج خمارات صافي، غنديرها في الثلاجه. نطلع السطح ندوز واحد الزرايبيه
كنت باغا ندوز لمام تاع الساعه ما قاديش صباح نطلع انا ونهيله ومصطفى الساعه 9 الغدا نحيط غير واحد الزربيه كانت ولدت ليا على المشه نمشي جرا بالنسبه للبنت راه ماشي ديال الدار هي ديال الزنقه ولدت عندنا مسكينه نمشي نديرو في الثلاجه البنات تورا شويه نهبط كاع من السطح وعاد نديرها في الفران انا المول درتها طويل ممكن ديرو في اي مول بغيتو غير بغيت نقول لكم ملي غتكونوا ديروها في الثلاجه ما تكونش ثقيله لان كتزيد تقال في الثلاجه تكون شويه خفيفه ومني نديروها راه كتقال صافي بسم الله ما غنزوقها ما حتى حاجه يعني ما غاديش ندير لها هكا الشكلاط وندير غادي نديرها غير هكا صافي الكاكاو ولا شي حاجه بغيتها سامبل ممكن تعوضوا كاس الحليب تعوضوه بكاس الماء طايب صافي غنديرها طيب على 160 درجه اولا 170 درجه غنديرها الفران ديال الطو ملي طيب نرجع نطلقها تهرست لينا الكراطه يا البنات ايوا صافي كتشلوها فايده شدت الكراطه بيدها تابع الماء يرجليه لما ما صورت لك والو اصلا نصورك غير شويه وداك الشيء صافي يا البنات الكيكه شتو كي تهدشي راه كتجي طالعه وزوينه راني مازال كنت في السطح وسهيت عليها شويه ولقيتها تحرقت واحد شويه منها كي ماشي مشكل هذا ماشي مشكل ها هي شتو هذا غيجي شويه لتحت غادي نقلبها اما هي راه كتجي منفوخه وزوينه شوفوا كي تهدشي وعاد عاد شوفوا شحال خفيفه شتو راه في الحقيقة الفران أنا طلعتو للسما والله إلا نوريكم فين درتو شوف فين درتو يا البنات شوفو عرفتي مشكلة ملي كنبغي نطيب مشكلة عالي بزاف ومايل واحد شوية والفوقاني هو راه الفران ديال الدور كيطيب الكيكة خطيرة والفوقاني ملي كنشعلو جهة كتجي حمرا وجهة كتجي محمرة أيا البنات درت ليها زيف وسستها فيه كيما قلت لكم أنا راه عندي الدار واقيلا كلها مايلة كنظن حيت هنا كيجي شوف شحال كيجي عالي وكتمجي وكتهبط ماشي مشكل انا ما غندير لها والو غندير لها غير شويه الكونفيتير والكوك تجي بنينه صافي وها هي الفطور واجده وزوينه وكما قلت لكم تكون عندنا كيكه كل نهار في الشقه ديالنا باش نكونوا نشقاو ونخدموها انا راه شتو غديتها في الثلاجه حتى الوقت اللي قال لي راسي طيبتها صافي الروتين قريبي سالي ما درتش شي حاجه للعشاء درت شويه المحمصه مع شويه الحليب باقي ليا الحوت باقي شويه الكرهين ومبغيناش شي حاجه هكا بالخبز ندوزوها عمرت كويستات هي قبيله ودابا غنحط هذه العشاء صراحه انا كتعجبني مع شويه ديال الحليب بشويه البزار هكا شديت الحليب ديال نيدو حليب غبره انا كتعجبني حليب غبره وكنزيد ليه شويه البزار وكنزيدو ليه هكا كندير فيه شويه البزار وكنزيدو على هاد المحيمصه نخوي الماء ونخليها واحد 10 دقائق عاد نحطها اليوم ان شاء الله نطفي عليا البنات ونخليها واحد شويه غير شي 10 دقائق ولا خمسه عاد نحطها عليها كتولي خاطره وزوينه كتولي بحال الكوكش كانوا كيقادوه في العروبيه كتولي بحال هذا الحليب البقر بطبيعه الحال كتجي زوينه انا كنفضل هاد المحمصه على الشعريه الصراحه صافي هي هادي صافي نحط لهم كلهم بغاو المحمصه وصافي بغاو الخبز وصافي غدا ان شاء الله عاوتاني نبداو نهار اخر جديد فيديو جديد ان شاء الله غدا ما عنديش العجينه وندير حوايج اخرين ونصب ما غنديرش شحال من حاجه وبسلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.